عارفه بوله الميه اللي بيحطوها للموظفين؟ جبت منها اربعه حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي يا نجم، ايه الخطوه العزيزه دي؟ شرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هنا، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا معشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره، سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق، انا غلطان، انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكر ان في حد اسمه علي. لا فاكر، بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمه من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي صدقك. انا مش مصدقك يا فتون، انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا، ولا فارق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. فتون حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي سيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا رشد اوعى تمشي، استناني. ها يا اخويا اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه، يعني اللي حضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش اصرفه منين، يعني الصرف لحامل البطاقه، يعني الفنان الليل اسطوره الغناء الشعبي، الرجوله القنبله الصاروخ حتى ازاي. من ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي، جابوني الدنيا ومالو ليش تحب تعيش حتى ازاي.
احاول اصفالك لبد تاخد بسوني انا من كتر ما انا مهموم عطش خلاص نفس فيا كل ما احاول اصفالك لبد تاخد بسوني انا ماليش غير حبتي وهمومي قليل المخت من يومي ماليش غير حبتي وهمومي قليل المخت من يومي وعايش بس اتوب في جراح واتوب في الرايحة والجاية يوم ما تنسي بس خلي عندي الدم في راسة يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفه ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها. وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله ضرورة تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتلنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر. صح، برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل إيه؟ كده خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يا السلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. فكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم يا احسن. ماشي. خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجة تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه. وانت النقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره وقال فتحة. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟
هو ده بقى ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا بقينا العصر. قوم قفلنا سجاره كده نصطبح عشان عايزه اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البنا في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا. احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا، انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، اتكلم الحاجه ام صباح، خليها تسالها اذا كانت وافقت تتجوزني ولا لا. من عينيا واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمل. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ يا اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز. دي رقاصه شاطره، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا 10 بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكارد جديد عليا. انا مفيش حمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابن طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل.
اتعلمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي، بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله، ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنون، انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ يا نسبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وزلت ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه؟ يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. المدرسة الجديدة فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيدي الرجالة. بص هي لسه عندها نزلة، هتخلصها واجيبها لك على طول لعبتها عندي. رسيني يا روشن، بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصلاة اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه؟ ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناح الاوانطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه، لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت ملطوطه معايا في الاتنين. ليه؟ عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك، أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. آه لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ آه تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي.
دي اول ما شافت وشك يا اخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاه واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقه بقتل الواد ده؟ لا. خلاص انا هحاول اروح للبنت اللي عرفتني عليها اسمها غنوه وهي هتودينا ليها. لا احنا مالناش دعوه، الحكومه هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوه جامد. في ايه؟ هي يا دوب خيط الحكومه تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاثنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحه بالنسبه لي ان الواد ده يغور خالص واستفرد انا بقى مفتون كده، تبقى المصلحه واحده.